تذاكر يا حضرات، تذاكر. ايوه. المحفظة، محفظتي، المحفظة يا عالم. المحفظة مالها محفظتك؟ بتوجعك؟ اتسرقت، اتلطشت ساعة ما ركبت الأتوبيس. كانت محفظتك في جيبك؟ ايوه كانت معاي، اتسرقت دلوقتي يا ابويا. يا نهار اسود، يبقى الحرامي موجود جوه الأتوبيس. فاسمعوا، لازم كلنا نتفتش واحد واحد، واللي نلاقي معاه المحفظة هنخرب بيته. لكن التفتيش ده يبقى إهانة. طب وإهانة ليه؟ هو أنت سرقت المحفظة؟ اخلص يا مغفل. خلاص ما دام ما سرقتها زعلان ليه؟ وعلى العموم كلنا لازم نتفتش واحد واحد، وأنا أولكم. اتفضلوا. أدي جيبي أهو، وأدي جيبي أهو، وأدي جيبي اسمعوا، إحنا لا يمكن نتفتش. دي إهانة، إحنا مش حرامية. استنى عندك يا قطة. تعال هنا. فين؟ ألا أهو، لازم نتفتش كلنا واحد واحد. هي دي محفظتك؟ وريني. إيه دي؟ محفظتك؟ أيوه هي محفظتي حبيبتي روحي. جاتك البلا، ابقى خد بالك من محفظتك. سيبت ركبنا الله سايب رقبتك. استنى من فضلك يا قطة. السلام عليكم. مع الخير. Allaccate le porte che si lasci corto to la 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 rasla alla tappalla la la sacarla la de 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 o i do ra la la ha ye ni ni ha ta 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 اسمك جفاه مرقد ترى لم اذناك فلاك تريف العزق. اوعى يا اخي ترى افتح انت يا عم. مين؟ عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة يا فندم، عدم المؤاخذة. سعادتك شرفت دلوقتي؟ ايوه يا فندم. وليه ما ضربتش تليفون قبل ما تيجي عشان نحضر لك مزيكا ونفرش لك المحل رمل؟ وعلى ايه يا فندم؟ لو فرشتوه رمل انا برضه اللي هكنسه تاني، وليه نفعه القلب دي يا فندم؟ انا باجي هنا يوميا الساعه 8 صباحا. ايوه يا فندم. تعرف انا بقى ايه هنا في المحل؟ المدير يا فندم. مش اي واحد زيك انت يجي الساعه 9 ونص،
انت صنعتك ايه؟ مدير برضه يا فندم. انت؟ ايوه. انت يا فراش يا سنكوح تبقى مدير؟ مدير بتاع ايه بدي افهم؟ مدير الكنس والرش والنظافه يا فندم. لا لا انت ما تنفعش ابدا، انت لازم تموت، انت لازم تروح في 60 ده. يا فندم بس سعادتك زعج نفسك ليه؟ المحل بيفتح هنا الساعة 8. وسعادتك جاي الساعة 9 ونص. ايوه معلش ما دي حاجة بسيطة فرقها ساعة ونص ايه يعني؟ لا 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 انا هعرف شغلي معاك. طيب. انا هعرف ازاي؟ استنى عليك. حاضر حسنا. انا اصطبحت بوش مين يا اخواتي النهار؟ انا لازم بصيت في المراية. الو؟ انا المدير يا فندم. مين؟ مادموزيل توتا؟ اهلا وسهلا. بونجور يا فندم. الفستان خالص ولا لسه؟ جاهز يا فندم. طب ارجوك تبعتهولي الليله. لا 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 مش على البيت، على الكازينو، كازينو انوار السعاده. فاهم يا فندم فاهم. حاضر ورفار يا فندم. انت بني ادم، انت بارد، انت لوح يا راجل يا ضلالي. مش عيب الصبح تنيلني بستين نيله بكلامك البارد يا بارد؟ والله يا اخي الواحد يحط صوابعه في عينيك، انما برضه الواحد خايف لا صوابعه تتظفر. جاتك البلاء والبلاء. يا جبل الثوب اسفخس على دي خلقه مشلفطه، يخرب بيت الفقر اللي حوضني لخلقتك اللي مش ولا بد. انا بكره لما ربنا يرزقني بس ولو بقرش هفقعك بالشلوت كده. هوب سيب رجلي. ايه ده؟ نهار اسود. مين هي الصوره دبت فيها الروح؟ انا في عرضه والنبي يا جناب المدير انا بقصه، والنبي انا خليك والنبي. انا مش ممكن اخلي عندي في المحل فراش قليل الادب زي النبي. والنبي انت حالا تاخد حسابك وتطلع بره. الله يخليك انا مقصود. انشوف منك كام شغلك. شوف انا هشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ انت واخد 4.5 جنيه يعني ما هي شهر مقدم. لا يا فندم دول واخدهم سلف. لكن عارفينك ازاي وانت مديهم ب4.5 جنيه؟ ايه اسيبهم لك؟ لا يا فندم ما اسيبهم ليش، خساره في جدتي وادبا ليا شغلني بيهم. هاي ده كلام معقول؟ ايوه يا فندم ادبا ليك اشغلك بيهم. ايوه يا فندم روح اشتغل بيهم. حاضر يا فندم اقعد بالعافيه. يا ساتر يا رب يا ساتر. انا متاسف قوي يا فندم متشكر. يلا يلا حاضر تعيلة بنفس. استنى المدمزيل توتا جاهز يا حضرة المدير. عادي حطوه في علبة ولفوه كويس ودوه للمغفل ده يوصله لمدمزيل توتا اللي لاقي. حاضر يا فندم. عارف فين عنوان المدمزيل توتا؟ ايوه يا فندم على شجرة التوتا. انت اكبر غبي شفته في حياتي. العفو يا فندم العفو. تعال هنا. ايه نعم. عنوان مدمزيل توتا كازينو انوار السعادة، عارفه؟ عارفه يا فندم. تروح للادي توصل الفستان في كازينو انوار السعادة. ايه مدمزيل توتا؟ حاضر توتا توتا. اني انا يا غلبان. يلا 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 يلا. اللي قول لي يلا. نعم. مدموزيل توتا موجودة من فضلك؟ موجودة. قول لها ان انا جيت بنفسي. حاضر. وحضرتك مين؟ انا الفستان. فستان؟ عدم المؤاخذة قصدي اقول لك ان انا اللي جايب لها الفستان من محلات الشياكة. ولا اقول لك انا حدهولها بنفسي. تعال هنا. ايه ماشي منين؟ إيه؟ انا من الباب. ماشي العب غيرها، دي نمره قديمه قوي. نمره ايه؟ تعمل نفسك جايب فستان، جايب جزمه، جايب اي حاجه توت عشان تخش بلاش. لكن انا ما كنتش مكلمك يا سيدي. عنك ما كلت، هو انا جايبه من محل طعمجي ده؟ انا جايبه من محلات السياكه. ما تتعبش روحك، مش ممكن هخليك تخش. اعمل معروف ما تعطلنيش، خلينا اديها الفستان عشان ترفدك. لا بذمتك انت جايب فستان لتوتا؟ لا جايب لها بالله طبعا فستان من محلات السياكه. طب وريني الفستان وانا خليك تخش. اوكي الفستان قدامك، عن اذنك بتيجي ادري. تعال انا مش نصاب، انا مش حرامي. اتفضل شوف. اشوف ايه؟ اشيك فستان في الدنيا. قصدك تقول اشيك صندوق فاضي في الدنيا؟ اخرس ده عقلك اللي فاضي ده. احسن
احسي يا اخوي. يا نهار اسود اتهبد الفستان. بنتك كان معاك فساتين، انا عارفك من الاول بكاش. يلا امشي من هنا. حاضر همشي. سرقوا الفستان. هقول ايه للمدير دلوقتي؟ سرقوا الفستان يا محمد، لكن صندوقه معايا. يا نهار اسود. والنبي يا ست، ما شفتيش واحدة ست لابسة فستان شبه الفستان ده؟ لا. يا نهار اسود، رحت في داهية. ده أنا الله، مش ده الفستان اللي لابسه؟ يا بنت الحرامية يا ست. سيداتي آنساتي سادتي، دلوقتي هنقدم لكم النمرة العالمية، النمرة المدهشة. هنحط واحد بني آدم في الصندوق ده وننشره بالمنشار نصين وبعدين ألحمه تاني. وعشان ما تفتكروش إني هجاص، يتفضل واحد من حضرات المتفرجين عندي هنا وأنا أعمل النمرة مع حضرته، يعني أنشره بالمنشار نصين وبعدين ألحمه تاني. يلا مين يتفضل؟ يا راح فين البيت دي يا أخوي؟ أنا يا نهار اسود. انت بيتها بتاعت الفستان اهو اهو في الصندوق. صندوق ايه يا ربنا تعالى عشان نسيح عليك كلهم النبي يا بنيان. نام يا بابا نام. انا من ده انت هتنشرني. ما تخافش هلحمك تاني. حمي تاني ايه يا نهار اسود؟ نام ما تخافش. وينام؟ على بركة الله. بركة الله يا اخويا. طب ما تنشرني في الاهرام احسن. يا بني الحمل يا خلاص عليك روحك بقى يا راجل. اخش الصندوق صحيح تطلعني منه فكه. بتضحكوا على ايه؟ على خده. اعمل معروف هات لي سمكري الحمني. ما تخافش ما تخافش، هرجعك زي ما كنت واحسن من الاول. طب ما ترجعني مستني ايه؟ شوهتني الله يشوه بيتك. والآن أيها السادة، نقدم إلى حضراتكم الراقصة المبدعة الآنسة ريشة.
هو الراجل نسي الصندوق مسكين. عشر تلاف جنيه. عشر تلاف جنيه يا ريسة. عشر تلاف أهيب. هما فين العشر تلاف جنيه دول يا سيبورع؟ محطوطين في حتة ألمازة. ألمازة تمنها عشر تلاف جنيه. طب وفين الألمازة دي؟ اشتراها واحد اسمه تيسير يسري. آخ يميني لا يمني عليها. أهدي صحيح تبقى خبطة العمر. احنا هنفضل نخبط في الناس لحد امتى؟ مش هنتوب بقى من السرقة والنهب. سرقة؟ انت فاهمة الحاجات اللي بنعملها دي اسمها سرقة؟ أمال اسمها ايه؟ رياضة؟ لا دي أعمال خيرية. والحاجات اللي بنسرقها بنصرفها على يتامى، عائلات أغنى عليها الضرر، يعني سرقة شريفة. احنا لو كنا بنسرق عشان نبني جوامع ومستشفيات تبقى برضه اسمها سرقة. مش أحسن ما نمد إيدنا للناس ونقول لهم ادونا إحسان، أهو نمد إيدنا في جيبهم ناخد اللي فيه القسمة. ولما يعني ضميرك حي بالشكل ده، ليه خبطت الفستان من الراجل الغلبان؟ أنا فعلا اتضايقت من الفصل ده وعشان كده هرجعه تاني. يا سلام. اسمحي يا اشرف نشاله تلايميني على الحاجات اللي انتشتيها النهارده؟ اتفضل. ايوه. هذه الحاجات اللي تفرح، مش جايبالي فساتين؟ ايه هفتح محل فساتين؟ عبدو عبدو افندم. اسمع يا عبدو. افندم. انت شفت راجل النشرات النهارده في الصندوق؟ مش اللي شكله مش ولا بود ده؟ ايوه. عارفه ده كان هنا من شويه وقعد يعيط ويتنطط وبيقول فيه فستان راح منه. طب ايه؟ لو شفته تاني اديله الصندوق ده. حاضر. خلي بالك منه. حاضر. الفستان غالي قوي. حاضر بس كده من عينيا الاثنين. يا رب انت هتتوب عليا من الشغلانه المهببه دي. انت عارف الفستان اللي ضيعته ده ثمنه كام؟ ثمنه كام يا فندم؟ 30 جنيه. ايه؟ 30 جنيه؟ يا نهار اسود، يعني هاخد فيه 6 اشهر على الاقل، 6 اشهر سجن. فعلا؟ لا، الا السجن يا فندم، انا جسمي ما يستحملوش اصلا، انا مرهف، انما اذا كان تديني 6 اشهر شغل في المحل ببلاش. مفيش كلام من ده. امال ايه بس؟ اسمع. نعم. انا هديلك مهله 3 ايام. حاضر. يا اما تجيب الفستان ده من تحت تعطيء الارض. أيوة. يا اما هبلغ عنك البوليس واجيب لك مصيبه. لا يا فندم معلش انا عارف اصل خيرك سابق. امشي دور على الفستان. حاضر يا فندم. حاضر. سامشي. انا راحت فين الوليه دي؟ اتخرب الذي هو منزلي. هو انت؟ لا والنبي والنبي يا عم الله يخليك. خايف من ايه؟ تعال معايا. اسمع بس انا فهمك، انا اول مره اجي هنا، انا مش جاي اسرق، انا جاي لحاجه مهمه تاني. ما انا عارف انت ليك امانه عندنا، تعال استلمها. والنبي وامانه ايه دي اللي هتديها لي؟ خد الصندوق ده. يا اخي جاتك نيله. انت رميته يا نوح؟ ايه؟ ده جواه فستان شايله لك الست ريشه. طب وايه؟ ايه؟ بص لا نو لا اللي بيطلع فارمليانات. يا نهار اسود التاكسي مشي بالفستان الله يخرب له. انت اللي رميته هو ازاي الفارمليانات؟ حاسب يا اسطى والنبي حاسب يا اسطى. يا عم روح الفرن. يا يا بنت المدغدغه، هي دي اللي رقعت من الفستان، والله ما نقعت لما اخد ثمنه. اهلا بست ريشه اللي لقيتها اخف من الريش. انت ايه؟ انا ايه؟ انا انطوني، انا اللي نتشت منه الفستان، انا اللي بيتي هيتخرب من تحت راسك. انا الشاله هانم. اسمع ابعد عني، انت باين عليك عقلك اتلطش. لا يا فندم، ده الفستان هو اللي اتلطش. الفستان في الصندوق بتاعه في المسرح. في المسرح؟ قديمه. مسرح ده ايه؟ ما هو انا مش هتنقل من هنا الا لما اخد الفستان ياخد ثمنه.
وانا هجيب لك الفستان منين؟ شوفي، ما هي هتطلع السماء تنزل الارض، لازم اخد الفستان يا ام وائل طويله. اخرس اخرس. ايوه بنت، هتهوشي مين؟ ده ما اطبقك على اربعه وارش عليك شويه ملح واكلك بلقمه واحده. انا متوحش، انا من عائله نمنم. يا خبر ابيض، الكلام ده صحيح؟ الا صحيح، ده انا لسه متغدي بابن خالتي، وان شاء الله اذا ما جبتيش الفستان اعمل حسابك ان انا هتعشابك. صدقني الفستان مش عندي. لا يا شيخ، طب ادفع ثمنه 30 جنيه حتى. بس كده؟ ايوه. حاضر. شكل. 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 افندم. شكل. وحياتك قبض. ايوه 30 جنيه. بس كده؟ أيوه. اسمع والنبي اديله 35 لان باين عليه لطيف قوي. يا سلام على الكلام الحلو، قولي له والنبي خليهم ل 40 كده؟ اه حاضر، اديله 40. حاضر. شكرا. اتفضل. اه يا فندم. عينيا الاثنين. عاوزهم فكه ولا صحاح؟ لا صحاح، عشان انا مش هاخد منهم حاجه. والنبي هاكلك. لا والنبي هاكلك. والنبي الله يخليك، كفايه كده، خلي الدعس انا. يا سيد والنبي يا سيد حوسي. يا لازم اقتلك. اقتل مين؟ هو انت فاكرني فرخه؟ الحقيني يا سيد. طب بس هو يا شاكر. اه يا وسطي. قول يا حبيبي، انت قبضت؟ يا سلام يا ست، ده انا قبضت قبض عقبال عندك. طب كويس، اوديله بقى البقشيش. لا بقشيش مين؟ لا ينجح لك المقاصد، ما تبقاش شكل بقى، خليك مش لطيف. اقعد بالعافيه. اخرج ورا يا عيني. اخرج اخرج. خرجت عينك خليل يا عديم الضرب. بنت كويس يعني. ليه كام؟ يا بريده. طيب وبريده الولد؟ يا سلام عليها، هايله مدهشه. يمين وقعها في ايديها. تطلع مين دي كمان يا سيبورا؟ الجوهره اللي ثمنها 10,000 جنيه. ايه انت لسه بتفكر؟ وهفضل افكر فيها لغايه ما تقع في ايديا. ها جبت حاجة معاكي؟ جبت. أبوس إيديك، ارحمني بقى واعتقني من الشغلانة المهببة دي. قلت لك 100 مرة إحنا بنسرق عشان مشروعات الخيرية. لكن لو يوم أنا وقعت في إيد البوليس هيرموني في السجن وأروح ضحية مشروعاتك الخيرية دي. مش عاوزك تفتح الموضوع ده تاني، فاهمة؟ حرام عليك يا برحي، أنت بتنصبني على أعمال ما ترضيش ربنا. أنا خلاص كرهت السرقة والنشل. نفسي ومنى عيني اعيش ست شريفه محترمه. الله، انت قاعده لوحدك ليه؟ تعالي معانا. تعالي. عايزين نقسم الغنايم بتاعت امبارح يا ريس. استنى لما نشوف. استنى. لمحفظه مين دي؟ تيسير يسري. الله، ده اللي اشترى الجوهره ب 10,000 جنيه. ايه؟ استنى ما نشوف الحكايه. حضرة المحترم السيد تيسير يسري، بعد التحيه نعلن حضرتك انه توجد بيني وبين المرحوم اخوك منير يسري علاقه حب، ولكن الشيء الذي لا تعلمه هو انني رزقت بطفله من اخيك اسمها بلابل، وكان المرحوم منير اخوك يرسل لي شهريا مبلغا من المال لتربيه ابنتي، ولكن بعد ان مات لم يعد في امكان الصرف على البنت، ومن أجل ذلك سأرسلها لكم في خلال هذا الأسبوع لتتعرف إلى عائلة أبيها التي لا تعرف عنها شيئا ولا يعرفها أحد، ولتكون تحت رعايتكم. توحيدة ياسمين. برافو. الجوهرة أم 10,000 جنيه خلاص بقت في إيديا. اشربوا. بصحة الجوهرة. بصحة الجوهرة. إزاي هنوصل للجوهرة دي؟ بواسطة ريشة. بواسطتي أنا؟ إزاي بقى؟ اللي فهمته من الجواب ده ان تيسير يسري ما يعرفش بنت اخوه اللي خلفها من توحيده ولا عمره شافها. بكل بساطه هبعت ريشه تمثل عليه دور بنت اخوه، تقعد عنده يوم او اتنين لغايه ما تطش الجوهره وترنها جايه. انا ما مثلش دور زي ده، شوف لك واحده غير. مفيش حد غيرك. لكن دي مساله فيها خطوره عليا، يا جوزك تشوفه ويمسكوني. ما تخافيش، انا عامل احتياطي كويس، كلنا هتكون جنبك ساعه اللزوم. لكن انا ولا كلمه. شكل، هات التليفون. حاضر يا ريس. والله مش بطلة عروستك دي يا نبيل يا ابن اخويا، متفصلة عليك تمام. ميرسي يا عم ياوي. دلوقتي انا منتظر من حضرتك قرار عن تحديد موعد كتب كتاب والفرح، تحب يكون امتى؟ ده شيء يخصك انت وعروستك يا حبيبي. ومع ذلك انا من رأيي ان الانسان اذا حس انه عاوز ياكل ياكل على طول، عاوز ينام ينام على طول، عاوز يتجوز يتجوز على طول. رأيك في محله يا عمي، خير الجواز عاجله.
فين أراضيك يا عزيزة يا بنتي؟ يا ترى عايشة ولا ميتة؟ وبعدين بقى يا عمي؟ انت حزها عن نفسك ولا وقته؟ ما هي لو كانت عايشة ولا خطفوهاش الحرامية وهي لسه طفلة كانت هتبقى من اسمتك ونصيبك، كنت هجوزها لك يا نبيل. يا عم سيبك بقى من الذكريات المؤلمة دي. ألو؟ أيوة فندم، هنا منزل السيد تيسير يسري. حضرتك مين؟ أنا برعي برعي المحامي، عاوز أكلم السيد تيسير في مسألة خطيرة. ممكن أكلمه؟ ممكن يا فندم، لحظة واحدة. اتفضل يا عم كلم. أكلم مين؟ الأستاذ برعي برعي المحامي. برعي برعي؟ أنا عمري ما سمعت عن محامي بالاسم ده. بيقول يا فندم. هات وريني. ألو؟ مين؟ حضرتك السيد تيسير يسري؟ أيوة يا فندم، هو شخصيا. أهلا وسهلا، سلامات يا سيد تيسير. الله يسلمك يا أخ، وحشتنا أوي أوي. والله أنت اللي وحشنا أكتر. إزاي الصحة؟ زي البومب. والله سلامات. إزاي العيلة؟ محدش بيشوفك ليه يا أخي؟ إحنا تحت الأمر يا فندم. إزاي المزاج؟ عال أوي والحمد لله، وحشني كتير يا راجل. الله، أنت أجل أنت نازل فيا سلامات وتحيات من غير معرفة، أما إنك بارد صحيح وبجح كمان. الله، أنت تعرفني قبل كده؟ أنا أعرفك؟ الله، يبقى إيه الدعني السؤال عن صحتي وحضرتي؟ روق دمك يا أستاذ، ما أنا جاي لك أهو. أنا برعي برعي. حصل لنا التبرع. نعم يا سي برعي برعي. أنا محامي السيدة توحيدة ياسمين، وحضرتك عارف طبعا مين هي توحيدة ياسمين. أيوة عارف. السلامات يا حضرت، وحشنا أوي. مفيش لزوم للسلامات والتحيات، خلينا في الجد. الست توحيدة ياسمين بعتت لك جواب بخصوص بنتها بلابل، بنت المرحوم منير بيه أخوك. دي نصابة، دي حرامية، ده حتى جوابها طلع حرامي زيها. لا تصل محفظة من جيبي وهرب. أحب أعرفك إن المسألة أخطر مما تظن. إحنا تحت يدنا مستندات تثبت عن العلاقة اللي كانت بين المرحوم أخوك وموكلتي الست توحيدة ياسمين، وشهادة ميلاد البنت اللي بيعترف فيها أخوك بالبنو. فإحنا حبينا نتفاهم وديا بدل الفضيحة والشوشرة اللي كلها ضرر عليك. وغرضك إيه؟ قصدك إيه؟ طلباتكم إيه؟ ولا حاجة، احنا مش عاوزين نستغل الظروف ونطلبك بفلوس، لا احنا اشرف من كده. كل ما في الامر ان احنا هنبعت لك البنت تزورك عشان تتعرف عليك وعلى العيلة وتقعد معاك وتكملوا تربيتها. الله الله، عال قوي. وهي فين البنت دي بقى دلوقت؟ موجودة عندي في المكتب وهبعتها لك النهاردة. الو الو، قفل السكة. ايه الحكايه يا عم؟ ده بيكلمني عن مساله الست اللي اسمها توحيده ياسمين. الحكايه اللي كلمتني عنها بخصوص المرحوم بابا. ايوه يا سيدي، حضرتها عايزه تجيب بنتها اللي خلفتها من ابوك علشان تتربى عندنا. طب وماله يا عمي؟ ماله؟ البنت دي مهما كانت ظروفها اسمها برضو اختي. ما تبقاش مغفل وعقلك زنخ. البنت دي اذا جت هنا في البيت هتحصل فضايح للعيله، هيتمرمغ شرف ابوك في الوحل. نود وشنا فين من الناس لما يعرفوا ان الست اختك تبقى بنت واحده رقاصه من بتوع الكباريهات. والبنت ذنبها ايه يا عمي؟ دي ضحيه، هي ما اختارتش امها، القدر هو اللي فرض عليها ام رقاصه. وحياه ابوك بلاش فلسفه، بلاش لت وعجن من غير طعم. البنت دي اول ما تيجي هنا في البيت تديها قرشين وتوزعها في صنعه نظافه، لا من شاف ولا من دري. مفهوم اظن. امرك يا عمي. يا ترى اختي دي شكلها ايه؟ انا خلاص عملت اللازم. عاوزك تجهزي نفسك وتروحي بيت تيسير يسري. لازم تمثلي الدور كويس قوي، اعملي كل جهدك لغايه ما تلاقي الالمازه وتلطشيها وتنك جايه من غير ما حد يشوفك. بس ازاي اخش بيت واحد ما اعرفوش واقول له اني بنت اخوه؟ انا خايفه قوي من الحكايه دي. مدام برعي وراكي ما تخافيش، وعلى كل حال انت المسؤوله عن نفسك لو انكشفتي. عارفه ان ما جبتيش الجوهره هيحصل ايه؟ انا هقتلك، هشرب من دمك. طيب اتفضلي، ادي العنوان اهو، جهزي نفسك وتنك رايحه. حاضر. عمي 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 يا عمي يا روحي يا عمي. يا ست اعملي معروف سبيني هتطلعي روحي، مالك هجمت عليا كده زي الصحراء؟ انت زعلت مني يا عمي. يا ست انا مش عمك. امال انت مين؟ عمتي؟ لا
ده انت باين عليكي ملعونه خالص. سامحني يا عمي، حقك عليا يا عمي، انا عرفتك على طول يا عمي، قلبي دلني عليك يا عمي. يا ستي قلت لك انا مش عمك ولا حاجه. الله امسى عليك يا عمي، بتتبرى مني، بتنكر نفسك مني. ايه طب الزمبليطه دي اللي في البيت؟ الحق يا عم. ايه في ايه؟ دي هي. هي؟ ايوه هي. مين؟ بنت الست توحيده. هي دي؟ ايوه يا عم. اهو ده عمك يا ست اللي بدور عليه. سلمي عليه بقى. ازيك يا عمي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ست بلابل؟ ازي امي؟ الله يسلمك. قولي امال الواد الحلوه ده يبقى مين؟ الواد الحلوه ده يبقى اخوك. يا علي يا اخويا، يا علي كنتك يا اخويا. الحقني يا عم اعمل معروف. سيبها خليها تفرق سمها فيك، مش اختك. ايوه مش اختك. مش اختك. يا عم يا نهار اسود. انت اللي ضربتيني. ايوه تعال. انا اسف يا سمير، معلش حقك عليا. البنت دي اصلها ايه؟ ما انت فيك بص وقله ادب. انا مش هعرفك، مش هشوفك بعد كده. سميره كده عيلة الأنا بتخلي خطيبتي تزعل منك. انا مالي؟ مش انا اللي ضربتني الاول. انا ما كنتش عارف انك عيلة الأنا مش كده. كويس كده يا عمي، خلت خطيبتي مشيت وزعت. زي ما قلت لك اديها قرشين وسربها من هنا حالا. البنت دي لو قعدت عندنا يوم هتنزل فينا عض وتحولنا على مستشفى الكلب. بس تاخدي القرشين دولت وتروحي المكتب المحامي عشان يبعتك على امك. تسيبني ما تكرشني. حرام عليك يا عم، يا خيبة املي فيك يا عم. انا كنت بحسبك راجل. نعم. هتعلمني وتربيني زي بنتك وتطردني من بيتك وانا ماليش حد غيرك يا عمي. هو الدم يبقى ميه يا عمي، هو الدم يطلع من اللحم يا عمي. دي غلبويه خالص، كلامها اكبر من سنها. خلفة شياطين بذرة نسانيس. كتر خيركم، انا ماشيه خلاص ومش هرجع هنا تاني. لكن يكون في علمك يا عمي. نعم. انا ذنبي في رقبتك. يا عين هموتني. حرمي روحي في البحر. الوداع يا عمي. الحقها يا نبيل، احسن تروح تموت روحها وتجيب لنا مصيبه. بلاش اسمع، معلش معلش علي. تعالي كلمي عمك. خليكي قاعده معانا علشان خاطر عمك. لا طب عشان خاطر اخوكي. شوفي هو البنت. بس اسمعي، على شرط تبطلي طبعك الحامي وكوني مؤدبه، انت فاهمه؟ ايوه. ودلوقتي بقى خدها خلوهم يوضبوا لها الاوضه اللي هتنام فيها. يلا يا ستي. الله، امال فين شنطه هدومك؟ ما عنديش غير الهدوم اللي عليا دول. كده؟ طيب بقى انزل انت هات لها هدوم جديده. ربنا يخليك يا عمي. يلا بينا يا نبيل. ايوه بس انا مش فاضي دلوقتي، لازم اروح افارق خطيبتي اللي زعلتيها دي. ماليش دعوه، انا عايزه الفساتين الجديده. يلا بينا. طيب بس ما تزعليش. يا نهار ايش يا ماما. ايه في ايه؟ البابا هياكل. ده انا احلى مني. انت بتبص لك ايه؟ بتتابع ايه؟ اه. ايه تشبه مين؟ واحدة حرامية. حرامية ايه يا بني ادم يا كلب؟ دي اختي انا. والله حصل لنا شرف يا فندم، انا متاسف خالص. وحضرتك بتشتغل ايه؟ حرامي برضو؟ انت عليه الادب، انت هتمشي لقدام ولا شكيت لصاحب المحل؟ لا وعلى ايه الاذية دي؟ اتفضلي علي الادب. يا اخواتي يا اخواتي، ده هي بس انا معرفش مالها انسخطت كده ليه. Thank you.
مجنونة. الله عمي أنا فين؟ أنت عندي في الأوضة. الحمد لله اللي لحقتك قبل ما ترمي روحك من الشباك. هو أنت من الجماعة اللي بيمشوا وهم نايمين؟ أيوة يا عم، الحكاية دي بتحصل لي كتير قوي وكنت حموت بسببها. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي يا بنتي تعالي، أما أوديكي لأختك علشان تنامي. تعالي تعالي. لما انت كده يا بنتي مش تقولي لنا علشان ناخد بالنا منك. نامي يا حبيبتي ولا تقوميش تاني، ولا تحبي اربطك في السرير؟ لا 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 يا عم، هنام نوم طبيعي. يلا ربنا يهديكي، انا رايح انام. طيب انت على خير. انت من اهلك. جملة كده كمان. الله العظيم. عيلة صغيرة وما تعرفش انت مين. انا نسيت كل حاجة عشان خاطرك، ولو انها شدت لي شعري. انا اسف يا حبيبتي. انت لسه زعلانة؟ لا يا حبيبي. صباح الخير. وانت من اهل الخير. مش عارفه نزلت ازاي؟ نزلت من على السور ونطيت على الارض. كنت رايحه فين؟ ولا مطرح، انا اصلي بمشي وانا نايم وبقى بمشي كده ومش عارفه انا رايحه فين. مسكينه خالص. امشي اطلع قدامها. يلا. تعالي هنا. اعترفي بالحقيقه، انت خرجتي من الشباك ونزلت من على الشجره ليه؟ قلت لك كنت نايم، اصل انا بمشي كتير وانا نايم. انت كدابه، لازم تعترفي بالحقيقه. قلت لك كنت نايم. الله. ايوه تمام يا نبيل. أنا شفتها بعيني وهي ماشية ونايمة على روحها، ودخلت في الأوضة بتاعتي وحطت رجلها على الشباك عايزة تعدي منه، لولا إن ربنا ستر وصحيت في الوقت المناسب. لكن يا عمي ده مش معقول أبدا، واحد نايم يخرج من شباك وينزل من على شجرة زي طرزان ويبقى نايم. بتحصل حاجات أكتر من كده. أنا الجمعة اللي فاتت قريت في الجورنال إن واحد مريض بداء المشيان قام من النوم وفضل يمشي 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 لحد ما وصل إلى محطة مصر وقطع التذكرة وركب القطر ولا صحيش الا في اسكندريه. جايز يا عمي. اقبار الجرايد عشان تتنور. يلا يا بلابل روح نام في اوضتك. يلا. حاضر. ايوه. مين؟ نمتي كويس؟ ايوه يا عم. كويس خالص؟ مش شغل. مش شغلي؟ طب استلم بقى يا عم. اوعي اتحرك. امسك ايديها. اوعي يا محمد. هات 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 السرير. مش همشي انا نايمه. هتشف لي ايديها بالمره. انت سئيل قوي. سئيل؟ عمي. يلا. ورجليها. هات هنا كمان. شد كويس. بس خلاص. ان كنت شاطره تبقي تقوم تمشي وانت نايمه تاني. خش. تليفون عشانك يا مدمزيل. مين عايزني؟ واحد بيقول ان المحامي بتاع الست والدتي. الو. انا ريشه. ايه الاخبار؟ عرفت الامانه محطوطه فين؟ ايوه عرفت وخدتها معايا كمان. برافو عليكي. ومستنيه ايه؟ ما تيجي. مش عارفه اخرج من البيت. احسن حاجه تعال انت بالليل خد الجوهره، انا هخبيها لك في الساعه اللي في الصاله. عال اشرحي لي طريقه الدخول في البيت، ولا اقول لك ارسمي لي طريقه الدخول ومكان الساعه وبعتهم لي في جواب وانا هوضب خطه. عال. طيب عرفار. راح فين؟ ايه
مش هي دي شقة تيسير الحصري؟ حصري؟ تيسير يسري؟ طبعا من المؤاخذة الغلط مردود. وانت مش جنابك الخدام؟ ايوه الخدام. طب وقف كده ليه زي اللوح ما تشيل؟ تشيل؟ فيهم ايه الصناديق دي؟ فيهم سامك فيهم بطيخ. انت عمرك ما شلت الصناديق زي دول؟ لا ما شلت. ولا انا. هما سيادك دول بيلبسوا منين؟ من سوق الكانتو؟ بيتعاملوا مع شركة الروبابيكيا الكبرى؟ دول صناديق فيهم فساتين. انتوا يا ابني ما عندكوش ستات بيلبسوا فساتين؟ انت مسحوب من لسانك ليه؟ مفيش هنا ستات. امال سيدك شاري الفساتين دول ليه؟ عشان يلبسهم هو؟ ايه؟ خد شي. يا نهار ابوك اسود. انت بتضربني يعني مش عاوزين الفساتين؟ سلام عليكم. استنى استنى، الفساتين دول لازم عشان المدمازيل الصغيرة اللي جت عندنا امبارح. كده؟ اه. شي. طب خد. اتفضل. اما قليل الادب صحيح. قليل الادب؟ امضي على الفاتوره دي. جاتك البلاء. امضي على الفاتوره دي. خلاص هروح ابعت لك المدمازيل الصغيره تمضيها لك. هروح ابعتها. جاتك البلاء والبلاء. لا 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 لا. خش. الفساتين وصلت يا مدمازيل، والفراش عاوز حضرتك تمضي على الفاتوره. طيب خليهم عندك. لا يا اخواتي، هي يخلق من الشبه 40. انت الفلاص؟ لا انا البلاص. طبحة من الفلاص. عايز نكتب لك اسمي؟ ايوه يا فندم اتفضلي. انا جبت لحضرتك الفساتين جوه. فساتين؟ ايوه. وما جبتليش معاك مصاصة؟ مصاصة؟ لا ما جبتش. المرة الجاية هبقى اجيب لك نداغة. والنادي يا عم. ايوه. تاخد الجوابة معاك. ايوه. وترميه في صندوق البوستة اللي جنب باب البيت. حاضر. احطي في الحافية. ايه ده؟ صندوق الخطابات؟ لكن هي قالت لي ارميه في صندوق البوستة. هو فين بقى يا اخي صندوق البوستة ده؟ اللي يخرب بيتك اهو. ليه دي بعيدة؟ انا رسمت لك ازاي تخش البيت واقرب مكان يوصلك للصالة، وكمان رسمت لك فين مطرح الساعة بالظبط وازاي تاخد الألماظة. المعلومات دي كلها في الجواب اللي بعته لك النهاردة. السعيد اللي هيجمعنا سوا واحنا متجوزين. وانا كمان بعد الايام وبستعجل الزمن عشان يجي اليوم بأوام. ما هو انت سبب في تعطيل سعادتنا يا نبيل. لو وافقت اخويا على طلباته كان كل شيء انتهى. لكن ده بيطلب مني طلبات جنونيه. اولا طلب مني 2000 جنيه مهر فوافقت، لكن مش عارف ليه بيطلب مني ان اكتب باسمك نص ثروتي واملاكي. خايف لاولاد الحرام يضحكوا عليك وتبدي ثروتك في القمار. انا مش معطول للدرجه دي. ولو كنت انا اللي طلبت منك تعمل كده كنت برضه رفضت. انت لازم تعرفي يا حبيبتي ان ثروه الزوج هي ثروه الزوجه تمام، فانا مش ممكن اوافق على حاجه زي دي ابدا. ايه رايك في التانجو ده؟ جنان. تحب نرقص؟ يلا. مش عارفة ليه المزيكا بتأثر في أعصابي. من الحب. فكرك كده؟ أنا زيك تمام. يا سلام، مفيش أجمل من الحب. مفيش أجمل من الجواز. طبعا، لأنه بيجمع حبيبين في عش الهنا والسعادة. وبتزيد سعادتهم لما يبقوا ثلاثة بدل ما كانوا اتنين. بابا والنونو وماما. يا سلام عليك يا نبيل. دي الحقيقة يا حبيبتي. كل بنت في الدنيا تتمنى يكون لها زوج يحبها.
وطفل يربط حياتهم برباط المحبة والسعادة. كل بنت في الدنيا تتمنى لو الحياة تساعدها بزوج يحبها وطفل يربط حياتهم سوا برباط المحبة. كلام جميل. قد ايه انا بحسد سميرة لانها هتتجوز نبيل وتعيش معاها زوجة شريفة وسعيدة. لكن انا يا حسرة علي، كتبتني الدنيا مع المحرومين من السعادة والحياة الشريف. لكن ليه ارضى بالظلم ده؟ ليه اقضي طول عمري نشالة مجرمة؟ ليه منساش الماضي وادور على الحياة الشريفة وزوج يسعدني بحبه وحنانه؟ لكن يا ترى هلاقي الانسان اللي يرضى يتجوزني؟ هلاقي الملاك اللي يفتح لي باب الجنة؟ يا ريت. Thank you.
ايه ده؟ جاب عليه ورقة بوستة؟ لازم كانوا عاوزين يرموه في البوستة ونسيوه. اما اروح ارميه. برافو برافو، الحمد لله ريشة بعت رسم يبين ازاي نخش بيت تيسير يسري وازاي نوصل للجوهرة. ازاي يا ريس؟ هفهمكم كل شيء بعد الغداء، تعالوا معايا. يلا عارف البت الحرامية اللي سرقت مني الفستان؟ ساكنة في هذا المنزلي. طب خش هات منها الفستان بأي طريقة. ده أنا هخش أطربق الدنيا على دماغها، والفلوس اللي أنا خدتها منها هرجعها لها بوكس بوكس. اعمل حسابك إن ما جبتش الفستان النهاردة للمدير هيرفدك. خلي بالك هو مديلك مهلة 3 أيام والنهاردة 3 يوم. وحياة شرفك اللي ما عنديش أي لازمة إن أنا أعرفه، أنا هجيب الفستان وهكسر الدنيا. اسمع أنا هطلع من الشباك. الله ليه؟ طب ما تخش من الباب. لا بلاش من النبي من الباب، عشان البواب بتاع البيت ده متقيل قوي على قلبي. طب روح. عن اذنك. يا بنت اللي خدت الفستان. يخرب بيتك يا رب فيني. انا داخل فين يا اخويا؟ يا نهار اسود، بيت رايا وسكينة ده ولا ايه؟ هو راح فين الفستان؟ هو راح فين الفستان؟ هي خبت فين الفستان؟ لا ده مش هنا. هو فين الفستان؟ هو راح فين الفستان؟ يعني فين الفستان؟ لكن فين الفستان؟ مش هنا الفستان. طيب أول حكاية. أنا كنت طالب فرخة. أنا شايف الراجل جايبها هنا، لازم حد لطشها بقى. الله يبقى كلتها القطة. قطة وعاملين لي حرامية. طب كله كله اتنقلوا. انا ما كنتش فاكر ان خطتي الجهنميه هتنجح بالشكل ده، لما بعتت البت ريشه الراجل المغفل اللي اسمه تيسير يسري عشان تمثل عليه دور بنت اخوه اللي عمره ما شافها. كان واجب عليها يا ريس انها تسرق الجوهره دي ما دام عرفت مطرحها. هي سرقتها فعلا، لكن مش عارفه تخرج بيها من البيت. الظاهر انه عاملين عليها حراسه شديده قوي، عشان كده بعتت الجواب اياه ورسمت فيه خطه دخولنا البيت. انا هختار منكم اتنين علشان ينفذوا الماموريه دي. انا بستحسن نروح انا وانت، لان المأمورية دي مأمورية خطيرة خالص كده. رحمكم الله. انا ما عطستش يا ريس. لازم انت بقى. انت؟ لا يبقى انت. ولا انا يا ريس. لا لازم في حد غريب في البيت. ايه؟ فتش البيت حتى حتى تلاقيتوه موتوه. لما موتوه ده احنا مخطوة من حتة. وقف يا ريس. كويس؟ مفيش حاجة أبدا. كده؟ طب تعالوا معايا. اتفضل يا ريس. يا نهار أسود، أنا حتى خبى فين بس؟ إيه ده؟ هو معقول يكون في حد هنا؟ يظهر إن ودنا خدعتنا لما سمعنا واحد بيعطس. مش ممكن حد يتجرأ ويخش هنا حتى ولو كان من الجن الأزرق. على العموم سيبكم المسألة دي. أنا عاوز معايا واحد كويس علشان نسرق الجوهرة، بس لازم يكون ندرج يعرف ينشي. أنا تحت أمرك يا ريس. على العموم أنا هجربك. هحط لك قرش على وش التمثال ده. إذا صبت الهدف من أول طلقة هاخدك معايا. وجب يا ريس. وريني بقى شطارتك. اتفضل نشي.
عملت عيشه. عملت عيشه؟ اه يعني ما جبتش الفستان؟ يا اخي ده كويس قوي ان انا جبت روحي، ده كانوا هيضربوني بالرصاص. يلا بينا نجري يلا. يا منى حضرتك بعت لي؟ انا مش عاوز اشوف وشك هنا، اطلع برا. اطلع برا ازاي بس يا فندم وانا لسه ما خلصتش حق الفستان؟ انا مستغني عن الفستان وعن حق الفستان عشان اخلص من وشك. انت مرفوض نهائيا، اطلع برا. حاضر هطلع يا فندم. اهدى اهدى، احنا طرد. فين اصحاب البيت البهائم؟ فين اصحاب البيت يا طول؟ اخرس يا قليل الادب. اخرس انت يا خدام البهائم يا خدام النواجي. روح لايمن عليهم نفر نفر وهاتهم لي واحد واحد. عشان ايه؟ عشان اقول لهم على بنت مبعوثه لعبت عليهم لعبه وصدقوها بكل نطاعه. امشي من قدامي. طير جاتك البلاء عديم الخدمه. روح انت، روح انت محمد. يا اهلا وسهلا. نهارك سعيد. نهارك اسود. اسمع يا بنت، انت لسه هتعملي العيله وتهوشيني؟ ما انا فهمت حكايتك يا بنت القرادات. بس وطي صوتك، ايه الحكايه؟ الحكايه ان انا فهمتك يا بنت النصابه، مش انت النشاله اللي سرقت مني الفستان؟ انت كذاب، مين اللي قالك كده؟ قرايبك الحراميه، افراد قبيلتك اللصوص. انا رحت لك النهارده البيت اللي رحت عشان اقبض فيه القبضيه للسياح ودمي، لقيت الجماعه الحراميه عمالين يقولوا انهم بعتوك هنا عشان تمثلي دور بنتهم علشان تسرقي الجوهره. لا، ولقيت مني الجواب رسم لهم فيه ازاي يخشوا البيت ده. ده انا هوديك في داهيه، ده انا هسلمك البوليس، ده انا هوديك سجن النساء. عدل اعمل معروف، ما تفضحنيش، ما تودينيش في داهيه. في داهيه؟ ده انا لو قدرت ابعتك جهنم ابعتك على حسابي وفي طياره نفاذه. ده انت خرجتيني من شغلي وخربت بيت. الله يخرب بيتك. انا مستعده اشوف لك اي وظيفه هنا في البيت. وظيفه؟ وظيفه ما اقبلش، لان لو قبلت الوظيفه يعني معناها ان انا ما بتنش عليكي وعلى السرقه اللي ناويه تعمليها. احلف لك على كتاب الله ان انا مش هسرق اي حاجة. انا فعلا جيت هنا عشان اسرق الجوهر، لكن ايه؟ من ساعة ما دخلت البيت ده وانا كل شيء فيا اتغير. حبيت الخير وكرهت السرقة، حبيت نبيل وكرهت برا. نبيل ده اللي بيقول عليك انك اخته؟ ايوه، من ساعة ما شفته حبيته، حسيت ان هو الانسان الوحيد اللي يقدر ينقلني من جحيم الماضي لجنة المستقبل. انا اتولدت من جديد من يوم ما عرفت نبيل. الحب طهرني وطهر قلبي. اديني قلت لك على كل حاجه. اذا كنت عايز تتعس حياتي وتحرمني من حياه شريفه، قول لهم انا مين، وديني السجن، وديني اللومات. ما تخافيش، انا مش هفتن عليك، مش هقول لهم. بس والنبي يا ست احسن انت قطعت قلبي. تصدقي بالله ما حدش خلاني عيطت غير حضرتك وأمينة ريس. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. ده أنا اللي مش عارف هعيش إزاي. مادام أنا كنت السبب في قطع عيشك، يبقى لازم أخليك تشتغل هنا، وأرجوك ما تقولش لأ. طيب أنا هشتغل عشان لقمة العيش، وعلشان كمان أراقبك أشوفك بتضحكي على دقني ولا تبكي. بكرة الأيام تثبت لك إن أنا ما بضحكش عليك. إيه ده؟ يا سلام يا عمي، اما ربنا بيديلك حته عقل. امال احنا في العرب؟ مين ده؟ ده انا. ها؟ انا مش فاكر شفت الخلقه دي فين قبل كده. احسن يا فندم. مش انت الفراش اللي بتشتغل في محل الشياكه؟ سابقا. وبتشتغل فين لاحقا؟ هنا. هنا فين؟ في البيت ده؟ ايوه يا عمي، اصله جدع غلبانه لما طردوه من الشغل وجه هنا وقعد يعيط لي فعينته هنا في البيت. عينت ايه؟ خدام؟ طبعا خدام، امال هتعينوني ايه؟ مستشار؟ الله، الظاهر انك غلباوي. لو النبي يا فندم، ده انا غلبان. اصله بس يحب يضحك شويه يا عم. لا اسمع. نعم. هنا مفيش ضحك. امال في ايه؟ عياط اعيط لك. مفيش عياط. امال في ايه؟ هنا في ادب، في هدوء، في سكون، في تقاليد. انت فاهم؟ فاهم. ماشي على المطبخ. طيب والمطبخ ده في انهي شارع؟ على ايدك اليمين. اوكي. الله. روح البسي يا بلاء بهدومك عشان هنسهر ليله بالناس بالسفر. عمي هنسهر فين؟ في اي حته تعجبك، في تياتر وفي سينما زي ما انت عاوزه. طيب عن اذنك. اتفضلي. الفراخ بين ايديا يا جا طلع برا طلع طلع بابا.
ايه ده الشوك؟ لا صحا الله لا 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 انت بتعمل ايه يا هاني؟ بفرح حلة الفراخ. لكن دي كان فيها فرختين. كلتهم ازاي؟ امال عاوزين يعني معقول امسح الحلة وفيها الفراخ؟ الحمد لله انهم هيتعشوا بره الحمد لله. اسمع بقى يا نمس، احنا هنخرج نسهر بره وانا خايفة قوي من الجماعة الحرامية اللي بلد فيهم دول، لا يجوا يسرقوا الجوهر. وهم عارفين في بلدهم؟ ايوه، انا كنت شايلاها في الساعة اللي في الصالة ودلوقتي رجعتها في الخزنة تاني، وعلشان كده عايزاك تقعد في الاوضه اللي فيها الخزنه عشان تحرسها، لان لو جم الحراميه ولقيوا اي واحد حارس في الاوضه هيهربوا على طول. طب واذا كانوا الحراميه ما يهربوش ودم انا اللي يهرب؟ مش معقول، بس المهم تفضل صاحي لغايه ما نرجع. ما يكونش عندك اي انفكار، انا هفضل صاحي طول الليل، عينيا مش هتغمض ابدا. اسمع، اشرب شاي، اشرب قهوه، المهم تفضل صاحي لغايه ما نرجع تاني. خبيث. يا نهار اسود، مصيبة لو كان الحرامية علينا. ازاي؟ فتشت الساعة زي ما قالت ما لقيتش لا جواهر ولا حاجة. لازم نفتش البيت كله لحد ما نلاقيها، وصول الشغل كده. طب انا هخش ادور في اوضة المكتب، وانت واقف هنا راقب المكان كويس لحد يطب علينا. ما تخافش. اشرب من دمك. وليه ما تكونش انت طمعت فيها وتتبلع عليا؟ لا لا اصحى، انت هتلعب عليا؟ بقول لك المنظر ايه، ما خدتش منك المنظر ولا حاجه. بقول لك انا بدي انت بالخزنه يا ريس. ايه ما خدتش المنظر ولا حاجه ابدا؟ لا الله 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 الله، اصحى انا صحي قوي يا ريس. مش عيب يا ريس تضربني، انت اللي سرقت الجوهره، انت اللي خدتها. ابدا يا ريس، انا حلفت بشرفك. بقول لك انت اللي خدتها يا ريس. دور في جيوبك يمكن اتزحلقي. البوليس بوليس. طيب.
في واحدة مستنية حضرتك وبتقول إنها خطيبة حضرتك. آه سميرة؟ سميرة سميرة ميس، أنا شعرفني أنا لستو بلستو. أهلاً أهلاً سوسي. إيه التأخير ده كله؟ أنا آسف يا حبيبتي، معلش تأخرت عليك شوية. اتفضلي اقعدي اقعدي. الو مين حضرتك؟ انا شريف. انت مين؟ سميرة؟ ايوه انا سميرة. اتأخرت ليه؟ هو المغفل مش موجود؟ المغفل كان بره ولسه جاي دلوقتي. طب يلا جرجريه وهاتيه بقى، بس اسمعي خليه عمر محفظته كويس عشان نعرف نلطش منه قرشين كويسين. قصدك على نبيل؟ هو في مغفل غيره يا حبيبتي. شد حيلك يا سميرة، البرتيتا جاهزة والسكينة مستنية الخروف. انا حاسه انك هتكسب البارتيتا الليله. ما دام انت جنبي انا حاسس اني هكسب. اصله اخويا شريف عاوز يتحدى جماعه لعيبه، بيفتكروا انه مفيش حد في الدنيا يقدر يغلبهم. فقال لهم انا هجيب لكم خطيب اختي هيمسحكم كلكم. ده انا همسحهم لك واحد واحد كده. يلا بينا. يلا اخوي، هتخرج من غير ما تبوسني؟ ابوسك ليه؟ وحشتك قوي. طب ابوسك انا. اختشي عيب، ما يصحش كده عيب. الله يلا يا سميرة. الدم خفيف قوي. مع السلامة. يا نهار اسود، محفظة من دي يا بيت؟ محفظة نبيل. يلا سرقتيها يا نبيل؟ اسكت ما تزعقش. هو انا بزعق يا نبيل؟ تعرف انا سرقتها منه ليه؟ علشان تخبط اللي فيها طبعا. لا امال لماذا؟ نبيل واخدها خطيبته عشان يلعب قمار. اما قمار صحيح. فلما رديت على التليفون فهمت ان سميره مودبه مؤامره هي وواحد اسمه شريف عشان ينهبوه في اللعب. قمت سرقت منه المحفظه عشان احفظ له فلوسه. يا اخوات انا هتجنن، ايه اللي شقلب كيانك بالشكل ده؟ حراميه زيك تنقلب الى مصلحه اجتماعيه؟ نشاله تتحول الى بوليس سري؟ ايه اللي غيرك؟ فهميني. الحب، الحب بيخلي القلب القاسي أرق من النسيم، ويخلي الوحش المفترس ألطف من العصفور. ثم إن السرقة دي أخرتها السجن والبهدلة، فحرام عليا أفني حياتي بإيدي. ياه ده أنت يظهر غلبانة عيني وواقعة قوي في حق. أيوة يا نمس، بس مش عارفة إزاي ألفت نظره ليا وخليه يهتم بيا ويحبني. بقى اسمعي، ولو إن حمار في المسائل الغرامية دي، لكن حشور عليكي شوره يمكن تطلع كويسه يا اختي. بس اوعى تطلع شوره مهببه. والله انت وبختك بقى. طيب قول. اقول لك يا ستي، العنب وهو لسه حصن في حد بيبص له؟ لا، انما لما بيستوي ويكبر مش كل الناس بتاكله؟ طبعا. اهو انت طول ما انت بالهدوم العيالي دي هتبقي في نظر نبيل حصن، انما لو لبست فستان شيك وغيرت شكلك وبينتي جمالك وتغندرتي وتهيأتي، اؤكد لك هتبقي في نظر نبيل العنب الفيوم. يا عنب، تعرف انها فكره مدهشه؟ والله ما اعرفش طلعت مني ازاي، مع العلم ان انا في منتهى الغباء. انا هخش على طول اعمل زي ما قلت. أيوة. هجننه هشعلله. اوه يا حلاء النو انا كاتب. قولي يا نمس. ايوه يا فندم. ما شفتش المحفظه بتاعتي؟ بشرفي ما شفتهاش. يا نهار اسود، وماذا انا بفاعل الان؟ Thank you.
ايه الرأس الجميل ده؟ لكن قوليلي ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ ايه مش عاجبك شكلي؟ لا انا عاجبني قوي. ده انت بقيتي قمر خالص. يعني دلوقتي بقيت احلى من الاول؟ انت بقيتي احلى من الاول واشك من الاول واجمل من الاول كمان. على فكره انت ما شفتيش المحفظه بتاعتي؟ اهي. قوليلي انت متربيه فين؟ في كليه النشرين؟ ازاي تسرقي المحفظه من جيبي من غير ما احس؟ انا ما سرقتهاش، دي وقعت منك وانت خارج مع سمير، فخدتها وخليتها معايا. وخليتيها معاك عشان ايه؟ عشان ما تخسرش فلوسك في القمار. انت مالك الدخل في شغلي ليه؟ انت اخويا ومن حقي اني احافظ على اموالك. انت مالكيش اي دعوه، فاهمه؟ يكون في علمك انت قاعده هنا في البيت عشان تاكلي وتشربي وتلبسي وبس. انا حر في تصرفاتي، حر في فلوسي. مالكش حق تعمل فيها كده، دي اختك ويهمها مصلحتك، وعاوزه تحافظ على فلوس العائله وما تنساش انها فرده من افراد العائله. وانت مالك تتحشر ليه؟ ايوه فعلا بارد، انما لازم اقول لك الحقيقه. ايه؟ انا لو كنت عارفه انك هتزعل ما كنتش عملت كده. انا مش عايزك تزعل مني ابدا، ومش عايزه اي حاجه في الدنيا تزعل. حقك عليا يا ستي ما تزعليش. ادي راسك اهي. خلاص؟ لا، البوسه دي ما تنفعش. امال عايزاني ابوسك فين؟ ايه في عينيكي؟ لا يا استاذ، البوسه في العين تفرق. طيب يا ستي هبوسك في خدك. والبوسه دي كمان ما تنفعش. امال انهي بوسه اللي تنفع؟ دي. ها؟ يا استاذ بلاش الكلام الفارغ ده وخدها فسحها. ايوه بس انا مشغول الليله دي. وانا مالي، خدني فسحني ماليش دعوه. الله يا مالها، والنبي لازم تاخدها تفسح. عايز اخدك. طيب يا ستي حاخدك افسحك، اتفضلي. خليك انت هنا. حاضر. اتفضلي يا ستي. ايه اخويا اللي خليك انت هنا؟ انا مالي، انت لازم تاخدني تفزعني. ياخدي دي واحده مغطيه. واحده مغطيه زود شلم. ايه شلم مين جاي؟ انا شلم وياه. البت ريشه من يوم ما راحت بيت تيسير يسري مفيش عنها اي خبر، مكنش جرى لها اي حاجه. انا شامم ريحه خيانه يا ريس. تكونش البنت جات لها نوبه شرف وقلبت علينا؟ مش معقول. يبقى سرقت الجوهره لنفسها. ما تقدرش، انا هتصل بيها بالتليفون واشوف ايه الحكايه. العب يا ابني، العب. كمان مكتوب اهو. الو، انت مين؟ عاوز مين؟ طالب مين؟ من فضلك الانسه بلابل. بلابل؟ بلابل ايه يا جدع انت؟ انت طالب جنينه الحيوانات؟ هنا مفيش لا بلابل ولا عصافير. الانسه بلابل بنت توحيده هانم. بلابل بنت اخويا توحيده هانم. بنت اخويا منير هانم. بنت اخويا منير يسري. مظبوط يا فندم. ومين اللي عاوز يكلم بلابل؟ امها. امها؟ وحضرتك امها؟ لا 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 يا استاذ، انا المحامي بتاع امها. امها موجوده عندي هنا وعاوزه اتكلمها. مع الاسف المركز، بلابل مش موجوده. بلابل راحت السينما مع نبيل. سينما؟ انهي سينما؟ وليش عرفني؟ متشكر. راحت السينما مع اخوها نبيل. انا خايف تتعلق بيه. دي تبقى مصيبه لو كانت وقعت فيه. اذا كانت حبته يبقى معناها طارت من ايدينا هي والجوهره. مستحيل، ده لو حصل ده انا اخفز بيها الارض. المهم دلوقتي ان احنا نراقب بيت تيسير يسري كويس قوي. مفهوم؟ مفهوم يا ريس. مفهوم يا ريس. مؤكد. أنا هسحب الرخصة منك وهعرف شغلي، اتفضلوا. إيه
والنبي حضرتك مش معلش مش خاطر والنبي حضرتك اتفضل فندم عاجبك كده؟ أنا عمري ما كتبت لي مخالفة في حياتي، تيجي حضرتك على آخر الزمن تخليهم يسحبوا الرخصة مني؟ طب يا أخي ما تزعلش نفسك. ما زعلش إزاي؟ أنا مش هقدر أسوق بعد النهاردة. وما تسوقش ليه؟ بقول لك سحبوا مني الرخصة. إذا كان ده اللي مزعلك، اتفضل يا سيدي، أدي الرخصة وأدي الدفتر اللي فيه كل المخالفات. غريبة ده. الكومستابل خدها بإيده. وأنا خدتهم منه تاني. تبقى أنت لازم ترقيهم. مش شغلك، أنت مش معاك رخصتك، اتفضل سوق بقى وبلاش غلط. يلا. نعم الاستاذ تيسير موجود؟ لا يا فندم مش موجود، انما موجود الاستاذ نبيل والست اخت وبلابل. انا ام بلابل توحيده هانم ياسمين. امها؟ ايوه امها. اهلا وسهلا اتفضلي. يا خراب بيت امها. انت بتقول ايه يا قليل الادب؟ لا يا فندم انا ما اقصدش، انا اقصد الخدامه الثانيه عشان ما تفتحتش لحضرتك الباب بسرعه. يلا اديهم خبر اوام بحضوري. ساديهم يا فندم ساديهم. زي ما فهمتك بالظبط. مادموازيل. ايوه. اعصابك بومب. بومب. انت تمام؟ تمام. الست والدتك شرفت. والدتي؟ امها؟ ايوه توحيده هانم فجل. ايه؟ ياسمين ياسمين. دي فرصه عظيمه قوي. دي فرصه زي النيله خالص. خلاص. سر انكشف. هيحبسوني، هيودوني القسم. ده قال لي ما يجي. يا دي الحوسه يا دي الفضيحه. هعمل ايه دلوقتي لما تشوفني وتعرف اني مش بنتها الحقيقيه؟ انا عارف مالها طبت كده عليك زي القضاء والقدر، وعلى العموم دي حاجه بسيطه، حطت تفصيلك فيهم ست اشهر. انا لازم اهرب قبل ما تشوفني، ولو ان هروبي ده هيكون سبب في عذاب قلبي. لاني مش هقدر اشوف نبيل. نبيل ايه يا اختي وعرفت ايه دلوقتي؟ يلا بينا قبل ما تلبسي الكلبشه. يلا بينا. ريشة هاخدها بس انفض بيها الشارع واجيبها تاني. تعالي يا ريشة تعالي. ادي يا ستي بنتك بلابل. ماما بنتي. ماما ماما وحشاني قوي يا روح ماما. انت اللي وحشاني قوي يا ماما. ايه يا اخويا الحكاية؟ انا في علم ولا في حلم؟ افتكر نسيبهم مع بعض شويه. تعالى معايا تعالى. يلا بينا ربنا نجيب العواقب سليمه يا رب. خدي ادي باقي اتعابك. اتعابي؟ اتعابي عن ايه؟ اصلي انا اتفقت مع الاستاذ ناصح اللي بيورد البنات للسينما عشان يجيب لي بنت حلوه ووجيها تمثل على الاستاذ تيسير يسري انها بنتي انا اللي خلفتها من منير يسري اخوه، واتفقت معاه على 20 جنيه. اديته 10 جنيه مقدم، وادي العشرة جنيه اللي فاضلين لك. بس اسمحي، اوعى يكون حد عرف الحكايه ولا فتش السر. ابدا، دول كلهم فاكرين ان انا بنت منير يسري صحيح، لكن حضرتك ليه ما بعتيش بنتك الحقيقيه بدل بنتك الاونطه؟ كلام في سري، بنتي اللي خلفتها من منير يسري ماتت من زمان، ولا رضيتش اجيب لهم سيره لان كنت باخد نفقه كبيره قوي علشان البنت. فلما مات منير يسري طرقت عليا فكره، ما حبيتش اخرج من المول بلا حمص، فجبت لهم هنا بنت تقول انها بنتهم عشان ينوبني ولو ربع الميراث. لكن ده نصب واحتيال، ده تزوير. خلي الطبق مستور، انا هدفع لك 100 جنيه لما استلم الميراث. ولا 1000 جنيه ولا مليون جنيه، انا مستحيل اشترك معاك في الجريمه دي. اطلعي بره يا نصابه يا محتاله. الحال من بعضه يا روح ماما، نصابة بتشتغل على نصابة، تكونيش فاكرة روحك صحيح انك بنت منير يسري. اسمعي، اكفي على الخبر ماجور وانا حبسطك قوي. انت هتطلعي بره ولا ندهلك نبيل وقوله على كل حاجة؟ اطلعي بره، اطلعي بره. انت بتقولي لمين تطلع بره؟ للولية المجنونة دي اللي ما عندها ذمة ولا ضمير. اسم الله على ذمتك انت وضميرك، ما تصدقهاش يا نبيل، دي مجنونة. أنا لو كنت مجنونة كنت وافقتك على أفكارك الجهنمية وشجعتك على سرقة العيلة الطيبة دي. عيب يا بلابل، دي أمك. دي لا أمي ولا أعرفها، دي اعترفت لي دلوقتي بس إن بنتها اللي خلفتها من أبوك ماتت من زمان، وبدها تعمل حيلة دنيئة عشان تاخد جزء من ميراث أبوك. إيه الكلام الغريب اللي بسمعه ده؟ امال انت مين؟ مش بنتها؟ دي لا بنتي ولا بنت منير يسري، دي بنت نصابه مثلت عليكوا انها بنتي.
الكلام ده حقيقي؟ اتكلمي. ايوه يا نبيل. ايوه. وبتعترفي يا مجرمه؟ ايه اللي خلاكي عملت كده؟ حد صلتك؟ انا هقول لك على كل شيء، لكن ارجوك تصدق اني ضحيه بريئه. انا جيت هنا ومثلت عليكم ان بنت منير يسري، لان واحد شرير اجبرني اني اعمل كده وهددني بالموت اذا ما نفذتش رغبته. والشخص اللي كلفك تعملي كده كان قصده ايه؟ غرضه ايه؟ كان طمعان في الجوهره اللي اشتراها عمه، وبالصدفه عارف سر البنت اللي خلفها ابوك من توحيده ياسمين قبل ما يموت، فاجبرني ان اوهمكم ان انا هي عشان اخش البيت واسرق الجوهره. ومن تخفينا فتحنا بيتنا لوحده لسه زيك ومحوطينها بكل اسباب الراحه والسعاده. احلف لك يا نبيل اني ما عملتش اي حاجه بطال ولا سرقتش اي حاجه. انا كرهت السرقه من يوم ما عرفت. هو معقول الشيطان يتحول لملاك؟ روح عند عسكري من الاسم يا نمس. ايوه يا فندم، بس ما فيش وقت، زمان الكراكون شطب. بقول لك روح جيب عسكري حالا. ما هو اصلي يا منظور. يلا. حاضر حاضر. انتقم مني زي ما انت عايز، اقتلني، احبسني، اضربني. انت لسه هتستمري في تمثيلك الدنيء؟ انا دلوقتي ما بمثلش، انا بشرح لك شعور الحقيقي. انا بحبك يا نبيل، وعشانك عرضت نفسي للموت ولا سرقتش الالماس. ارجوك كفايه، انا مش عاوز اسمع اي كلمه. اتفضلي لمي هدومك وامشي تعبره. جبت العسكري؟ لا. ليه؟ لقيتهم خلصوا، مفيش غير ام بشير. اسمع. نعم. انت باين عليك شركه في الجريمه وخايف عليها. والله يا فندم انا لا شركه ولا حاجه، بس اقسم لك بالله العظيم ان هي قالت لك على كل حاجه. هي صحيح حراميه، انما تابت من يوم ما شافتك وحبتك. انت باين عليك ابن حلال، انما هي في الريشه. دخلت جوه بتحضر هدومها ماشيه. يا نهار زي وشي برضو نفشيه للرشرش. الوداع يا نمس. الوداع يا انسه سوابق. حتى انت كمان بتقول لي كده. نعمل لك ايه اذا كان لسوابقك وماضيك المنايل هم اللي عملوا فيك كده؟ انا يهون عليا كل شيء الا فراق نبيل. ما نعمل ايه اذا كان هو يا بنتي مش عاوزك؟ ربنا يرزقك بانبل مني. كان امسي. لسه ما لبتيش هدومك؟ اديني بلمهم. قدامك دقيقه واحده، مش عاوز اشوف وشي كده. مسافة مشرب السيجارة دي مش عاوز اشوفك خالص. حاضر. كلمة واحدة. أي كلمة؟ عايزك تقول إنك سامحتني، وإن شاء الله بعد كده ترميني في البحر. أنا مش ممكن أسامحك أبداً، أنت فاهمة؟ لازم تخرجي قبل ما تخلص السيجارة دي. كنت بغير ريقي. انت كداب، السيجاره كانت واقعه على نصها، لقيتها سيجاره جديده. ما اعرفش والنبي يا سي نبيل، يمكن هي بتطول لوحدها. امشي يا بلد. سأطلع اهو، سأطلع. ليه؟ يا اخويا الاخلاق السلفش دي. الوداع يا نبيل. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول لك ان الانسان لما بيعمل ذنب وبيتوب لربنا، ربنا بيغفر له، يقوم العبد اللي زيه وزيك، ما يسامحش انسان غلط في حقه. يا اخويا ابعد عن السكه دي، خلينا نخرج بره. بلاش فلسفه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
ده انت عصبي قوي يا ابني ده. يا ابن التخين Thank you.
اخيرا وصلت لايدي يا اغلى جوهره في العالم. انت برضو سرقتها. انا مش اترجيتك ما تسرقهاش. قلت لك 100 مره ما تتدخليش في شغلي. انت لازم ترجع الجوهره دي لاصحابها، واذا ما رجعتهاش هبلغ البوليس. البوليس؟ البسي هدومك، هاتها معاك في العربيه. وجب. انا هفضل حبسك هنا عشان اتقي شرك. انت بقيتي خطر عليا. لو رجعت الجوهره لاصحابها مش هبقى خطر عليك. الجوهره مش هترجع لاصحابها، وعمر عينك ما هتشوف النور. اترزعي. وانت خلي بالك منها. تعال معايا. اتفضل يا راجل. يا ترى انت فين يا نبيل؟ كارت. كارت. ميتين جنيه. فول اس كريدان. خسرت كتير يا حبيبي. 1200 جنيه. معلش دلوقتي الحظ يتعدل وتعوضهم. هروح اجيب لك فنجان قهوه. صاحبك طفح الدم، خسران 1200 جنيه. برافو برافو، سيبيه يتخرب بيت ابوه. على فكره ده طلب مني اني اكلمك عشان نحدد يوم كتب الكتاب، ومش عارف اعمل ايه. هو فاكر نفسه انه هيقدر ياخدك مني؟ اسلمه روحي بايدي. لكن احنا مفهمينه انك انت اخويا مش حبيبي. سيبيه على عماه لحد ما يتمسح ويشحت. اسمعي، مثلي عليه الحب والغرام عشان ما يطيرش من ايدينا قبل ما يفلس. تحت امرك. اسمعي، روحي اعملي نفسك انك هتغيري الكوتشينه المنحوسه وهاتي لك كوتشينه المغشوشه عشان اخلص لك عليه قبل ما انزل اروح الحفله التنكريه. حاضر. ها؟ حاضر. الو؟ اهلا اهلا اهلا. اللي هيخليك تشطب على نبيل وعيلته كلها. بس اسمع يا شريف، زي ما اتفقنا هتدفع لي 50%. سكت ليه؟ مستخسر فيا 50%؟ مش انا اللي استطلت لك المغفل نبيل وخليته يغرق في حبي ويخطبني عشان ناخد فلوسه ونقسمهم سوا؟ نبيل. ايوه نبيل يا سفله يا مجرمه. نبيل المغفل استطيع عشان تصفي دمه انت وشريكك البلطجي يا مجرمه. انا هبلغ عنكم بوليس وهديكم بتاعكم. اصحى فوق يا بني ادم. قول لي يا ريشه، رجعت تاني وصلت الجوهره؟ يا شيخ حرام عليك، ما تجيبش سيره البنيه دي. ده في 2 حراميه دخلوا من البلكونه وفقعوني يا ابني قد، جابوا خبري وراحوا سارقين الجوهره. حراميه وسرقوا جوهره؟ اه. طب وما صرختش ليه؟ اصرخ ازاي بس وانا مسوره؟ او على العموم ما تخافش، لان انا اعرف الحراميه واعرف البيت. عارف البيت كمان؟ هو انا انساه؟ ده انا اترقعت فيه علقه ما انساهاش طول حياتي. طب تعالى معايا. اجي فين؟ اسمع،
انا هدي لك العنوان وانت تروح. يا بني ادم ما تخافش. تعالى. ما اخافش ازاي؟ ده انا لو دخلت في البيت ده مش ممكن اخرج الا محمولا على الاعناق. تعالى بس تعالى. لا اجي فين؟ اسمع، ما تروح تبلغ البوليس احسن. انا عامل حساب يا بني ادم، احنا هنخش ناخد الجوهره وبعد كده البوليس ياخد عليهم. يا نهار اسود، طبعا هنخش البيت ده ازاي؟ تعالى هقول لك. ايه؟ نو اوبس. انا بضرب نفسي. انا حاضر. وانا بديت نسي يا استاذ. مين؟ انا يخوفي. يا سلام على افكارك المبنجة. خش خش يا ابن عم هاري. يلا بينا. عندك حق، الضرب في المتبنك حرام. اسكت. هي راحت فين البيت؟ انا عارف يا اخو. اسمع، تعال خش هنا وانا هستنى هنا عشان انا حاسس بانخوات. اسكت. خلي بالك. روح كويس. ساخد. يا نهار اسود. بنابل. نبيل. ما تخبيش. ايه اللي جابك هنا؟ انا اسف على اللي حصل مني. قولي لي هي فين الجوهره؟ لازم بورها شايلها في الخزنه الكبيره، هو دايما بيشيل كل حاجه مهمه فيها. طيب تعرف فين طريقها؟ تعالى معايا ورايا. خلي بالكوا كويس، اوعى حد ياخد باله. ها؟ ايوه اوعى. اوعى تفتح. ايوه طيب. قدامك ايه؟ يا نهار اسود، دي كبيره قوي. طبعا اذنكم بقى لما اخش اتمشى فيها شويه واجيب لكم الجوهره. يلا يلا. وبعدين يبقى كلمني بعدين. ايه اللي خرجك من سجنك يا ملعونه؟ وده مين ده؟ ده صاحب الجوهره اللي انت سرقتها منه. اظن جاي تاخدها. الجوهره معايا اهي، ولا فيش اي قوه في الدنيا تقدر تاخدها مني. اوعي. مين؟ يا النبي ربنا ما يخرب لك كراكون. احنا ظبطنا افراد العصابه كلهم، وده رئيسهم اهو. قبضوا عليه وحصلوني. اه والنبي حصلوك، ينجح لك المقف يا بال. يام اعوذ بالله. اتفضل يا عم. الله. يعني يا سنديد بقت الاغراف بتقول لي فيه احضر حالا لحضور الفرح. ودين حضرت حالا، لا شفت لا فرح ولا عروسه. الفرح هيتم بوجودك يا عمي، والعروسه موجوده عندي انا. ما انا عارف سمير. لا دي راحت عليها خلاص، دي مفاجأة. وتبقى بنت مين الآنسة مفاجأة دي؟ دلوقتي تشوف. يا ريشة تعالي، يا ريشة تعالي. أقدم لك يا عم خطيبتي. أنت مجنون يا نبيل؟ تتجوز أختك؟ ريشة مش أختي يا عمي. لا مش دي بنت توحيدة ياسمين؟ توحيدة ياسمين اتضح إنها نصابة وما عندهاش بنت من أبويا. إيه الكلام اللي مخوي العقل ده؟ امال دي تبقى مين؟ نصابه؟ لا يا عمي،
انت مش دايما كنت تقول لي يا ريت بنت الصغيره اللي خطفوها الحراميه عايشه كنت اجوزها لك؟ سلام يا نبيل، ما تفكرنيش يا اخي، ما تفكرنيش، ارجوك ارجوك. اقدم لك يا عمي بنتك. بنتي؟ لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. وهقدم لك الاثبات اللي يثبت انها بنتك. تمام، انت بتقول ايه؟ الحجاب ده لقيته على سرير ريشه، ولما فتحته لقيت فيه شهاده ميلاد تثبت انها بنتي تيسير يسري. اتفضل. الله، انا مش مصدق، انا لازم بحلم. وريني دراعك. تمام، هي هي بنتي. لا بنتي يا حبيبتي. الحكايه حضرته بابا. هنا بابا يا شيخ، حضرتي اللي انا كنت فاكره ماما. انا سعيد، انا فرحان. الله يخليك. انا بابا، انا جوزتك بنتي، مبروك. انا جوزتك ابن اخويا، مبروك. وانا كمان. لا انت لا. احسن يا اخي، يعني انا حبوس ريتا هوا يا خايف.